تبعات كثيرة خلفها انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع أسعار الصرف، وما تشهده محافظة واسط من مطالبات بمعادلة صرف الدولار في البنك المركزي مع أسعار الصرف في منافذ الصيرفة والأسواق المحلية إلا دليل وشاهد على حجم المعاناة لأهالي المحافظة. طبعاً اليوم سعر الدولار بالسوق هو 154 ألف، بينما السعر الرسمي بالبنك المركزي بسعر 132 أو 130، جاي تبيع على أربع مصارف جاي تشتري من البنك المركزي بسعر 132، أبو المصرف جاي يبيع بسوق أسود يبيع ب 150 لأصحاب الصيرفات ب 150 ألف أو 152 ألف، فاعتيادي هنا بالسوق الصيرفات تبيع ب 154 ربما يوصل 155. اليوم المشكلة هي بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، اليوم هناك مشكلة، اكو سوقين اليوم صار سوقين، سوق رسمي هو عبر المنصة ب 131، وهناك سوق ثاني يعتبر بالأسود، نقول سوق سوداء، اليوم 155 56 يعني فوق 50. أزمة أسعار الصرف في واسط تسببت بركود في الحركة الاقتصادية وسط تساؤلات المواطنين عن الدور الغائب للحكومة وعدم مراقبتها الأسواق والسيطرة على سعر صرف الدولار. اللي مطروح بالسوق عن طريق المصرف 132 أو 130، واللي بالسوق 152، يعني فرق 20 ألف كل دولار. القضية وما بها أنه التلاعب وعدم سيطرة قدرة الحكومة على السيطرة على سعر الصرف. طبعا إرباك كبير جدا للمواطن، ليش؟ لأن خصوصا التاجر، يعني لأن التاجر الصبح يشتري بضاعة بسعر منخفض قد يكون، يرتفع السعر بعد ساعات العصر لما يريد يسدد المبالغ للتاجر الرئيسي هو خسران. اليوم انت العملة عندنا تهرب، جاي تدفع للدول اللي عليها عقوبات مثل إيران مثل روسيا أيضا. هي إذن أزمة اقتصادية أثرت بشكل مباشر على المواطنين في محافظة واسط وسط وجود فساد حكومي واضح في هذا الملف الذي تديره كتل وأحزاب وميليشيات تسببت بانهيار اقتصاد البلاد المنهار أصلاً.